inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Hargeysa hooyo Caashe Xuseen oo dhashay wasiirkii hore ee warfaafinta Cabdullaahi Jaamac Geeljire. Aaska qaran waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka, xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada, iyo deegaanka, madax dhaqameed, ganacsato, culimaa u diin iyo aqoonyahan kala duwan. إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت هي عاشا وأنو آس كيدي تشوغنو وحان إله يقبر إياه إنو نحاريستو أو تشاندي كورابيو عرور تيدي يقوي سكرير جيل جيره نمانتود ياري يوين غارهان عبد الله وكم إذا مضحد حسبيه سيقارة بانو تعسيدين إياه دمان اهل كي قرابضة وانت حسيدين يا عاش حسين وعبد الله قلت له هو يدي صاحب كي إله سبحانه وتعالى هو نحرسه هو يوين كي قال يعني جاب حبيبه كم يتهي إله سبحانه وتعالى هو نحرسته عبد الله هي أهل كي يو قرابضة يا دمان دت كرير سمال لان إله سبري من حكسيه وايل كي رنتي دد ما بحيو انت حلك نشوك تانا واركنا اساس كبدن عليسكو بدن يهي إله سبحانه وتعالى هو نحرسته إله نجنا سبري من دمان تنهن حكسيه جنة فردوس على الله سبحانه وتعالى هل كأسر يسيل لها كده تشيو دم بجدنا الله دافو هو إن الله راجعون وحن هل كان تعسيو قدر يا إن ولال كي صاحب كي عبد الله قال تري وهو يدي عاش حلا مجال ده هرجس كو جريوتي إلى هاي مرحمة ده نحريس كأنها كورابيو إلى هاي دم بجد ها دافو إلى هاي قبر جهاو نورو لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت هل كان وحن تعسيت يرانيا لو قدر يا المجيل جرودن دمان عبد الله الجلجيري عاش حسين انه الهي جنتي فردوس كيو الهي وحنو غبرينا انه الهي قدك جنتا الهي جنته الفردوس كيو marka ugu horeysa wasir عبد الله الجلجيري ayaan taxsiid diraya waxaan sidoo kale taxsiid diraya dhamaan ehladii saxaabti iyo Soomaaliland oo dhan waayo maxamed waxa hooyo ahayd عبد الله oo ah مسؤول قرن أو رنتي إن جيري داي كتمي ده وحكي دي جانتا هاي إني دمانتي إن قوة تمي إلهي وحن قبر يا مرحوم ده إن إلهي قبر قوة واسعيه دا غضاها چند ده إلهي أفره دم بيجي ده الله دا الله دافو إن إنتا آينا هكا كتغين إن كم نغطه كو إلهي سبحانه وتعالى وواسعيه قبر قا ودا غضاها چند ده أفره إلهي سبحانه وتعالى وحن مرحوم ده وقبر ينا إنه لهي قبر جو نورا دم بجد على الله دافو وناجي قف قادم رجلا ده هاي يهو إذا إن جاب حدا واحد نوقف فلان مالن كلمة تاي يو موسم كنو تشوجنا وشمعة شمع يكتو كدي خير كدي مرخات كتا هاي إلى هنا واحد وقبر إن سجع عندي سا ودو لني كشر تاي إنه تشنا يو هذا قبر جا مركنو كدر رنا يتحام باو بلاب ميا هنت هذا برتن شوكتي xildhibaan Saciid iyo xildhibaanada kale bartan joogana itxaan adduunyada noo bilaabna marka waxaan isleeyahay dadka daafaha dunideeda ka daawanaya intiina aan arkaysaba annagana itxaanka ilaahay inuu noo sikhiro inaad noogu ducaysaan waan idinka mas-uuliyad culus nahay waan idinka xisaab cuslaanaynaa marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa waa jimce marxumadaana xabaasha inuu ilaahay su-aasha ugu fududeeyo xisaabta annagana ilaahay su-aasha iyo xisaabta inuu ifka noogu fududeeyo kuwa hogaamintooda la mahadiyo alla naga dhigo marxumada aaska aynu joogno عاش حسين و عبد الله جامع قيل تري وسير كهري ورفافين تهو يديا إلهين حريستي جنها كورابي قف مؤمنة ضبعي هايد لما انتين هو ينوع هايد إلهين حريستي جنها كورابي إلهي انت النبي قوشة في عقا ضها كيالو عاش حسين إلهي هون حريصة وعبد الله قيل تري هو يديا هايد إلهي وحن قبري إن إنه جنة الفردوس إلى هيك ورابيه وانقرنا يا رنتي عاشا قف آدو دقن قلبي وناكسن دم بيعان لحين ولا تكو أركيني واحد دم بيع يا حيد إلهي هون حريصو إلهي قبرك هون نورو إلهي قبرك هو واسعيو إهلكي يا أصحابتي يا دمانا إلهي سرعون إنا لله وإنا رجعون ألك وحن تعسيو قدرين مرحوم عاش حسين أو أهويو قالي حيد وحن سيقارة تعسيو قرسينا عبد الله ان جامع عثمان قوليد عبد الله قلجري
iyo guud ahaan qoyska reer Galjire oo aan leenahay Ilaahay samreeyay baan idin ka siiyo hooyo naxariista jannada ee baa ka waraabiyo tacsidaas ayaan u direynaa waxaan leenahay Ilaahay godka ha u nuuro Ismaan iyo Axmed Jaamac Ismaan iyo dhamaan ilmaha Jaamac Ismaan oo ay dhamaantood soo korisay waxaan ka markacayaa si rag hore u sheegeen baa inay adoon wanaagsan ahayd Aasha Xuseen ehel cibaado ah ummadu kan nabad gashay weliba soo booqata ehelkoo dhan intay soconaysay ee tamarinaysay qof wanaagsan oo galab walba aad arkayso iyadoo xaafad ehela soo booqanaysa bay ahayd oo aad u wanaagsan maalinta dhibaatay ka garanaynaa maalin bay jimcay good gashay oo ay koobsatay ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu jirto firdowsa geeyo ilaahay raajicuun waxaanu tacsiyo u direynaa waxaanu u duceynaynaa marxumada Aasha Xuseen Maxamed Ciise inuu maanta askeedi joogno waxaanu leenahay ilaahay dambigeeda ha dhaafo ilaahay waxaan u baryaynaa in ilaahay jannatul firdaws ku macsuuma waxaan leenahay ilaahay awlaadii iyo ehelkii iyo caruurteedii iyo nimadeedii inagaba samiriyay maan ilaahay inaga siiyo quburahan dadka kale islaamka ee ku jirana ilaahay ha u naxariisto waxaanu ilaahay u weydiinaynaa in ilaahay marti la jecel yahay uu ka dhiga in ehelkeedii iyo qaraabadii ilaahay samiriyay maan ka siiyo waxaan tacsida tirayada la wadaagaynaa ilmu Cismaan Galjire khaasatan agas wasiir Cabdillaahi Cismaan Galjire oo maanta ay hooyadeen halka ku aasano Aasha Xuseen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto waxa qof wanaagsan inay ahayd waxaad ku garanaysaa sidii khalqigii iyo makhluuqii ku tukaday salaadeedii janaasada ayaad arkaysaan inuu kumanaan qof ay ku tukadeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu weydiinaynaa inuu janno firdowsa ka waraabiyo waxa kaloo aynu sabir iyo iimaan ugu ducaynaa dhammaan inamadii ay dhashay oo Cabdillaahi inagala joogo Cabdillaahi Galjire iyo dhalinyarada kale iyo ubadkii dhammaan waxaanu iyo ehelkaba waxaan leenahay samir iyo iimaan Ilaahayna subxaana wa tacaala iyadana jannada firdowsaha ka waraabiyo.